هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه النباتات أيها الأحبة تتخاطب، تتواصل مع بعضها، تحذر أصحابها النباتات الأخرى من مخاطر بعض الحشرات، يعني عالم شبيه بالبشر. لذلك أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم هذه الاكتشافات العلمية وكيف أشار إليها القرآن العظيم. طبعا الباحث فيليمير نينكوفيك من الجامعة السويدية للعلوم الزراعية يكشف قضية غريبة جدا، وهي أن النباتات تتكلم. من خلال دراسة نشرت في مجلة بلس ون الشهيرة في شهر مايو 2018، حيث تبين له أن النباتات لديها طريقة للتواصل مع بعضها من خلال إرسال إشارات عبر الجذور تنتقل عبر التربة وتصل للنباتات الأخرى، سبحان الله. وجاء في الدراسة التي نشرت على مجلة بلس ون العلمية أن فكرة كلام النبات ظهرت لأول مرة في الثمانينات من القرن العشرين، ولكن تم التأكد منها اليوم بتجارب معملية. فالنبات يقوم بتحذير نباتات أخرى إذا شعرت بخطر بعض اليرقات التي تتغذى على أوراق النبات، وهناك تنافس بين النباتات أيضا على السيطرة على أماكن محددة، سبحان الله. الحقيقة أيها الأحبة هناك دراسة أجريت عام 2012، حيث يحاول العلماء في جامعة أستراليا الغربية وسترن أستراليا، يحاولون دراسة ظاهرة غريبة حول إصدار النبات للترددات الصوتية وتأثره بالأصوات البشرية. يعني هو يصدر ترددات صوتية ويتأثر بكلام البشر، سبحان الله، يعني شيء غريب. ويسمون هذا العلم بعلم الصوتيات الحيوي. فقد توصل العلماء إلى الدليل الأول حول إطلاق النباتات لثرثرة ثابتة تتواصل مع بعضها بواسطة الصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يسمعه، ويحتاج لأجهزة عالية الدقة لتضخيم هذه الموجات الصوتية. سبحان الله، هذه الدراسة أيها الأحبة والتي نشرت في مجلة اتجاهات في علم النبات وجدت أن النبات يستخدم الصوت للتواصل مع بقية النباتات ويتأثر بالأصوات. ويتوقع العلماء أن الصوت يلعب دورا مهما في حياة النبات وفي نموه وتطوره أيضا، سبحان الله. حيث لاحظت بعض الدراسات أن نمو النبات يزداد عندما يتعرض لترددات صوتية محددة، وأن جذور النبات تتجه باتجاه صوت محدد أثناء نموها، سبحان الله، كأن النبات هو كائن حي يشعر ويتألم. طبعا أيها الأحبة هناك يعني تجربة، هذه التجربة تمت على جذور النبات ووجدت أن هذه الجذور تطلق اهتزازات أو ذبذبات صوتية بحدود 200 ل 220 هرتز، أي ذبذبة في الثانية. وهذه الترددات تعتبر ضمن حدود سمع الإنسان، أي أن الإنسان قادر على سماعها ولكنه لا يستطيع ذلك لأن شدتها ضئيلة جدا وتحتاج لأجهزة تكبير قوية جدا، وهذا ما فعله العلماء. طبعا كل هذا حسب مجلة اتجاهات في علم النبات المنشور عام 2012. سبحان الله، يعني من أغرب ما وجده العلماء أن نبات الملفوف يحذر بقية النباتات من المخاطر مثل اليرقة الشرهة لأوراق الملفوف باستخدام الصوت،
واعتبر العلماء أن هذه الترددات الصوتية بمثابة كلام للنبات، سبحان الله، حتى إن بعض النباتات تحذر النباتات الأخرى وتقدم لها خدمة مجانية دون مقابل، وكأنه كرم منها. لذلك قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وصف هذا النبات بأنه كريم. وقال أيضا: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فهذا النبات سبحان الله يعني يبتهج أثناء تقديم خدمة له من نبات آخر. وسبحان الله، الله تعالى يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا ثمرها. اليوم أيها الأحبة، هناك أسلوب للعلاج من خلال النظر إلى النباتات والحدائق، علاج الاكتئاب، لأنهم وجدوا أن اللون الأخضر وهذه المناظر الطبيعية، النظر إلى النباتات تشعر الإنسان بالبهجة. لذلك هم يحاولون علاج الاكتئاب بالنظر إلى هذه الحدائق والنباتات. والله تعالى قال: حدائق ذات بهجة. انظروا إلى الدقة، مع أن هذه الآية أيها الأحبة كما قلنا نزلت في مكة المكرمة، كلها في بدايات الدعوة إلى الله عز وجل، تحوي رصيدا ضخما من الحقائق العلمية. لماذا؟ كأن الله يريد أن يقول لك إن هذا القرآن هو كتاب علم بالدرجة الأولى. والله سبحانه وتعالى يعني يرفع هؤلاء العلماء. هناك آية واحدة في القرآن أيها الأحبة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن الذين يخشون الله خشية كثيرة، أو أشد الناس خشية لله هم العلماء. لماذا؟ لأنهم عرفوا من هو الله، وعرفوا يعني قدرة الخالق عز وجل، وتأملوا مخلوقات الله عز وجل، لذلك وصلوا إلى هذه الدرجة التي نسأل الله تعالى أن نكون منهم.